الذي اراه هو ان الحرص الجميع ان يتم تفادي ذلك لان الاثمان باهظه جدا والموضوع مرتبط بأولا تحجيم ايران لأن ايران اقرب ساحه اليه يستطيع ان يعيث فيها فسادا وتخريب وارهاب وقضايا كثيره للاسف هي الساحه العراقيه لانه لانه احتلال احتلال كامل من الجانب الايراني الان كيف يتم تفكيك هذا الامر اعتقد سيكون هناك حكمه بأن لا يتم اللجوء إلى هذا الخيار اللي قبل قليل ليس بالضرورة خلال شهر أو شهر ونص قد يكون ذلك بعد استلام ترامب خاصة إذا ضمن هذه التوليفة من الفريق الوزاري معه خاصة الدفاع ولكن أقول لا قد يكون الأمر و... وأتمنى لا يحدث ذلك ضد أي إنسان ولكن قد تكون عملية اصطياد لرؤوس ميليشيات قادة من الميليشيات التي تصر على ربط الساحات قد يتم الاصطياد هذا الامر وهذا جرى ونلاحظ الان ارتفعت وتيرته في الاراضي السوريه وهنا يخشى يكون هذه الرساله انه بعد ذلك سيرتفع ايضا هذا المنسوب داخل الاراضي العراقيه حينها تصبح مشكله كيف سيكون الرد اعتقد انه جانب الحوثي ايضا لا يخرج من المعادله لكن الحوثي الان هناك تكليف بريطاني امريكي لضرب المخابئ الصواريخ المرابط التجمعات العسكريه الصناعيه مراكز الطاقه الوقود الى اخره اعتقد انه هذا الخيار حتى الان هو اثبت انه رادع بالنسبه للتعامل مع الحوثي ناهيك عن الطرق والضرب لاحداث انشقاق واضح ان جماعه الحوثي قاب قوسين او ادنى من ان يحدث انشقاق.